مساء الخير زولف اللون. شكرا سيد الرئيس. أولا لابد أن ونحن نحتفل بذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن نسائل أنفسنا ونسائل أحيانا هل نحن دول جنوب أو لدول غير الغربية من الشمال مساهمين في كونية حقوق الإنسان. طبعا الحال نحن دول الجنوب والمغرب والمملكة المغربية ضمن هذا دول الجنوب، هل نحن كتلة واحدة؟ أكيد نحن لسنا كتلة واحدة، نحن ثقافات مختلفة، لغات مختلفة، جغرافية مسافات طويلة جدا، لكن نشترك في شيء واحد ضمن هذه، ويمكن أن تكون كتلة، هي أننا كنا خاضعين للاستعمار لفترة طويلة كانت لها تداعيات اقتصادية اجتماعية ولا زالت أحيانا سياسية إلى غيرها. فإذا هذه الدول هي اليوم موضوع ديال هذا النقاش. نحن كفاعلين في المنظومة الدولية أين مكاننا، ماذا كان مكاننا وما نقوم به اليوم في هذه المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. ثاني حاجة بأن هذه الدول عملت بادرت إلى إطلاق مسارات مختلفة من حيث سيادة القانون، كل واحدة كيفاش بدات المسار ديالها انطلاقا من الإشكاليات الداخلية، من التفاوضات الداخلية، من الاستشارات الداخلية. لكن هذه الدول كذلك تشترك في بعض العناصر. ما هي؟ أن دول ديال إفريقيا وأمريكا الجنوبية بالأساس تشترك بأنها كانت لها تجارب في العدالة الانتقالية ذات أهمية قصوى بالنسبة للمنظومة الدولية في حقوق الإنسان. طورت القواعد، طورت المعايير لجبر الضرر، لعدم التكرار في إطار إطلاق مسارات ديال الديمقراطية وحقوق الإنسان في بلدانها، ديال حفظ الذاكرة والتاريخ واللي هو مهم جدا بالنسبة للشعوب ونراه غائبا في عدد من القضايا أو من الإشكالات التي عاشتها دول الشمال في موضوع كذلك كانت في إشكاليات ديال التدبير ديال حقوق الإنسان. إذا هذه الدول تمكنت من مساءلة تدبيرها في مجال حقوق الإنسان وأعطت للمنظومة الدولية اجتهادات ذات أهمية. الموضوع الثاني اللي احنا اللي اظن دول الجنوب كذلك عنده الرياده على المستوى الدولي هي تدبير الهجره وقضايا الهجره. ليس هناك اي دوله من الشمال صادقت على الاتفاقيه ديال حمايه المهاجرين وعائلاتهم. وهل دول الجنوب تخضع الى التقييم الكوني والدولي والاستعراضات وتقدم توصياتها، بمعنى انه اليوم على المستوى الدولي الملاحظات وما تقوم والتدبير ديال هذه الدول الجنوب لقضايا الهجره هي التي تؤخذ بعين الاعتبار في المنظومه الدوليه لحمايه المهاجرين وعائلاتهم عبر العالم. طبيعة الحال هذه الاتفاقية بما أنه من بين هذه الاستنتاجات ديال أن هذه الاتفاقية ما تمكنش باش تعطينا الحماية ديال المهاجرين كان ما نسميه بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان واللي كانت فيه دول الجنوب كذلك هي الرائدة في أن يكون هناك واحد الميثاق اللي هو ماشي ملزم لكن كيكون على الأقل عنده قواعد كونية دولية تمكننا من حماية المهاجرين. ولا زال منذ 2018 إلى اليوم دول الجنوب تلتزم بعدد من المقتضيات رغم الإشكالات اللي عندها داخليا، لكن نرى ونستنتج بأن دول الشمال لا زالت تعيش نفس المنطق. كذلك أظن بأنه لا بد من وتفاعلا مع السؤال ديال سي نجمي، وأنه هل لدول الجنوب اليوم مكان في هذه المنظومة؟ أولا يمكن نقول بأن دول الجنوب بما فيها افريقيا وامريكا الجنوبيه مصادقين ما بين 18 و 15 على الاتفاقيه دوليه تم اعتمادها من المنظم الدولي. كنعرفوا بان المنظم الدولي اعتمد 18 اتفاقيه دوليه في مجال حقوق الانسان. دول جنوب افريقيا او لامريكا الجنوبيه صادقت على ما بين 18 و 15، بمعنى انها ملتزمه كونيا في مجال حقوق الانسان، بمعنى أنه نحن ضمن هذه المجموعة ديال ما نسميه بالمجموعة ديال حقوق الإنسان أو لا كومينوتي انترناسيونال دي دروا دو لوم.
مهم جدا أن نعرف نحن كمغاربة وكأفارقة بأن نحن ضمن هذه المجموعة المنخرطة والملتزمة دوليا في مجال حقوق الإنسان. ثالثا، هذه الدول ديال الجنوب بالأساس أطلقت عدد من المسارات دوليا وضمن النظام الدولي لحقوق الإنسان في عدد من القضايا، أريد أن أشير إلى بعض منها. أولها الحق في التنمية، تعرفوا بأنه كان واحد النقاش طويل جدا، وكان دارت واحد الآلية ديال الخبراء ما نسميه بالمسطرة لي بروسيدور سبيسيال، المسطرة الخاصة، وهذه الآلية أغلبها أعضاء ديالها أغلبها على 5-4 من دول الجنوب. هذه النقاشات الطويلة اللي داروا وصلوا إلى أنه من الضروري باش نعملوا واحد الصك ولا واحد المعاهدة دولية كتكون ملزمة للعالم للمجموعة الدولية فيما يخص تفعيل الحق في التنمية. إلا أنه بعد أن وصلنا إلى هذا النقاش وقع واحد نقولوا انسداد سياسي في إعمال هذه المعاهدة أو لا المتابعة للنقاش حول هذه المعاهدة. بالتالي وهذا راجع بالأساس إلى أن دول الشمال في هذا النقاش العالمي ضمن المنظومة الدولية طرحت عددا من نقول الشروط المرتبطة بما هي مساهمتها وما هي المقتضيات للتقييد ديال هاد ولحد الآن هاد المشروع ديال هاد المعاهدة ديال الحق في التنمية اللي كان غادي يعطينا واحد النظرة جديدة جدا في إطار ما نسميه ديال التشاور وديال التعاون والتضامن بالأساس، وكنا في أمس الحاجة إليه لو كان هذا الحق في التنمية قد تم المصادقة عليه خلال جائحة كوفيد مثلا، إلا أنه لحد الآن لا زال نقول التشدد السياسي لدول الجنوب لدول الشمال لم يمكننا فعلا من المتابعة لهذا النقاش. وكنعرفوا بأنه حتى اليوم حتى حدود 2018 المجلس الدولي لحقوق الإنسان طلب بإعادة النقاش حول هذا الموضوع، إلا لأن الدول الشمال لم تطلق بعد ما كيقولوا مازال ما طلقت اللعب في هذا الموضوع. موضوع آخر كذلك ديال دول الجنوب هو المقاولات وحقوق الإنسان. كنعرفوا بأنه اليوم عندنا في إطار ما نسميه بالعولمة هناك المقاولات العبر الوطنية لمولتي ناسيونال وفي علاقتها بحقوق الإنسان. كنعرفوا بأن هناك إشكاليات حقيقية كتطرح في هذا الموضوع ديال الأعمال التجارية ولا المقاولات وحقوق الإنسان في عدد من الدول. كان هناك واحد النقاش مهم جدا اللي هو مبادرة من دول الجنوب في أن كان هناك واحد المعاهدة ما هي القواعد الدنيا الأساسية ديال حقوق الإنسان لحماية الأشخاص والأفراد والعاملين مع المقاولات العبر الوطنية في مختلف الدول. في نفس المنطق دول الشمال لا زالت تتحفظ فيما يخص هذه المعاهدة، وحتى ما نسميه اليوم رغم التطور ديال النقاش اللي كنتابعه حنا في المجلس الوطني ديال ما نسميه بلين ديريكتريس القواعد الأساسية لين ديريكتريس القواعد التوجيهية في مجال المقاولات حقوق الإنسان، حتى هذه القواعد التوجيهية العشرة لا زال هناك نقاش وتحفظات من دول الشمال بهذا الخصوص. موضوع آخر كذلك ديال دول الجنوب عندهم الريادة فيه كذلك على المستوى الدولي هو الحق في البيئة. شفنا بأنه نهاية 2022 تم التصويت على قرار ديال حماية الحق في بيئة نظيفة ومستدامة. أهمها هم دول الجنوب من بينها كانت المملكة المغربية. هذا القرار هو كذلك عمل وصلنا في سنة 22 إلى حول الإجماع ديال 161 تصويت على 195 دولة، إلا أنه لازلنا بأنه هذا الموضوع في علاقته بالتغيرات المناخية، في التغيرات بأنه دول الجنوب هي التي تستهلك الآثار ديال لا برودكسيون دي غاز كربونيك من عند من طرف دول الشمال، الا انه في هذا الموضوع لازلنا حتى في المؤتمرات ديال التغيرات المناخيه لازلنا لم نصل بعد الى هذه ما نسميه وما نطلق عليه من طرف دول الجنوب العداله المناخيه.
نحن يعني في القارة الإفريقية كلها تنتج حوالي 4% من انبعاث الغاز الكربوني بالمقارنة مع ما بين 40 إلى 20% إلى في دول أخرى. وبالتالي هذا موضوع يقلق بشكل كبير، ودول الشمال لا زالت يعني تتأرجح ما بين الأداء ديال الموارد المالية ويا نقولوا التهديد ديال البيئة. موضوع آخر كذلك عندنا فيه إشكال ولكن ليس فيه الريادة لدول الجنوب للأسف رغم الإمكانيات الكبيرة جدا، هي العلاقة ديال التكنولوجيا الرقمية مع التنمية والبيئة. طبيعة الحال في هذه العلاقة عندنا أولا الدول ديال الشمال عندهم بنيات، عندهم مراكز، عندهم نقولوا ما يكفي من الإجراءات باش تكون عندهم الاستهلاك بشكل سريع وبإنتاج التكنولوجيا الرقمية. بقدر ما نحن وما سجلنا أن هناك إمكانيات عدد من الدول ديال الجنوب تسعى إلى الابتكار لنقولوا لتجاوز الهوى والعدم المساواة كما قال زميلي بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان على عدم المساواة في هذه الاستعمال ديال التكنولوجيا في التنمية والبيئة. كنظن بأنه عدم المساواة المقبل والذي سيتزايد هي الهوة الرقمية التكنولوجيا في التنمية والبيئة ما بين دول الجنوب والشمال، أنهما زربونا والشركات الدولية المهتمة هي كتعرفوها الشركات الدولية لا يمكن أن تعطي الأشياء بشكل. إذا كانت هذه بعض الأفكار سيد الرئيس فيما يخص هذه الإشكاليات التي طرحتها.